ام سلمى اتفضلي يا ام سلمى. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، وطي انا التلفزيون خدت الابره. وكلمينا من التليفون يا فندم. حاضر حاضر يا دكتور. ايوه بقول لحضرتك انا خدت ابره منع الحمل اللي هي كل 3 شهور دي، خدتها كويس. شهر 12 شهر 12 ومن لغايه دلوقتي ما خدتهاش تاني، خدتها مره واحده بس وعامله لي مضاعفات كتيره جدا، حتى ملخبطه البيريت عندي ايه المضاعفات ومتعبه غير انها بتاخر البيريد، ايه الحاجه التانيه اللي حضرتك حاسه بيها؟ لا هو تأخير البيريد بس، وممكن تجيلي البيريد على 20 يوم، على حاجات بسيطة جدا. اوكي. طيب حضرتك مخلفه قد ايه؟ كام مره؟ أنا معايا ولد وبنت، بس كان نفسي يعني ربنا يكرمني تاني ومخدتهاش من ساعتها. والده طبيعي ولا قيصري؟ لا بنت طبيعي. اصغر بناتك قد ايه؟ أو اصغر ولادك؟ أصغر ولد عندي عنده 6 سنين. 6 سنين. وحضرتك بقالك 6 سنين بتاخدي الحقن ديت؟ هي مرة واحدة بس اللي خدتها يا دكتور. قبل كده كنت بتستخدمي وسيلة ايه؟ كنت مركبة الشريط. طيب وحضرتك عايزة تحملي دلوقتي ولا عايزة انك تمنعي الحمل؟ من شهر 12 يعني، انا خدتها شهر 12 وما خدتهاش تاني، ومن ساعتها ما حصلش حمل. طيب انا هقول لحضرتك، اولا عايزين نعرف ايه هي حقن اللي هي بتتاخد عشان خاطر منع الحمل. هي طبعا في الحقنه اللي هي بتتاخد كل 3 شهور اللي هي قصدها عليها، دي حقن البروجسترون بتتاخد اللي هي ديبو بروفيرا، بتتاخد كل 3 شهور. هي بتمنع الحمل عن طريق ان الديبو اللي موجود دوت بيفضل يفرز طوال الفتره ديت. هي بس مشكله الحقن ان ليها اعراض جانبيه في بعض الاحيان، لو هي طبعا الافكتفنس بتاعتها كوسيله لمنع الحمل افكتيف جدا، يعني نادرا ما بنشوف حد بيحمل على الحقن اللي هي بتتاخد دي، فهي وسيله فعاله جدا عشان منع الحمل. لكن في بعض الناس بيشتكوا من حاجات، ان اكتر حاجه بنشتكي منها هي عدم انتظام الدوره، يا اما بتجيب الدوره بطريقه شديده جدا، يا اما ممكن هتقطع الدوره طوال ال3 شهور. قطع الدوره في حد ذاته ما بيمثلش اهميه، يعني ممكن ما يبقاش ليه مشاكل ولا اي حاجه، وملهاش اثار جانبيه متراكمه، يعني ما فيش حاجه اسمها ان اخذت الحقنه فبالتالي بعد ال3 شهور تقعد مثلا سنه او حاجه ما تحملش عشان اخذت حاجه منع الحمل. ما فيش اي وسيله من وسائل الحمل منع الحمل اللي موجوده حاليا بتمنع الحمل بصفه دايمه، هي بتمنع الحمل بس الفتره اللي هي بتتاخد فيها، هي فترتها 3 شهور، ممكن تكون هي اخرت لها الدوره او لخبطت الدوره ال3 شهور دولت، ما فيش مشكلة فيها. لو هي خلاص ما خدتهاش مرة تانية يبقى الدورة المفروض ترجع للطبيعي. لو الدورة بقى ما رجعتش للطبيعي ما يبقاش المشكلة في الـ في الـ في الـ في حقن منع الحمل، هي ممكن تسببها مثلا شهر زيادة أو شهرين زيادة، لكن ما هواش 8 شهور أو 9 شهور زي ما احنا دلوقتي في شهر 10 وهي واخدها من شهر 12، فصعب قوي ان يكون السبب فيها حقنة منع الحمل. فاحنا نبدأ ندور على أسباب تانية اللي مأخرة لها الدورة، نشوف إذا كان في عندها مشكلة في التبويض ولا لا، لأن أغلبية الوقت ممكن يكون في مشكلة في التبويض نفسه فبالتالي ما يحصلش الدورة ما تنزلش. فاحنا في الحالات اللي زي كده دايما بنقول لها تعمل تحليل هرمونات وتعمل تحليل بروجسترون في اليوم 21 من الدورة وتشوف إذا كان في تبويض ولا لا، وتتابع بالسونار، ولو كان في مشكلة في التبويض بتاخد أدوية لتنشيط التبويض.